عرفتوا اليوم اجي نعطيكم واحد المعلومه واعره بزاف غادي تعجبكم، وخصوصا الناس اللي معجزين والناس كيعجبهم يعملوا الحاجات ويطبقوا قانون الجذب باسهل ما يكون. يعني هذه الطريقه هذه اللي جبت لكم واعره. بقاو فيديو حتى الاخر، عملوا لي لايك. اول حاجه هي السلام عليكم، كيف نتوما؟ يا ربي تكونوا بخير. توحشتكم. هاد المره انا ما كنغبرش عليكم، انا كنطلع معكم في الفيديوهات باش نعطيكم المعلومات اللي كنعرف. هاد المعلومه اللي غادي نعطيكم اليوم واعره بزاف ومهمه بزاف. جبت لكم اليوم اسهل طريقه اللي تجذب المال، فلوس فلوس كيعجبونا كاملين. اسهل طريقه يعني اللي هي مجربه في بزاف ديال الناس، ماشي غير انا جربتها وعطيتها هاد الانفورماسيون على هاد المعلومه، عطيتها للناس وقلت لهم جربوها ويردوا عليا الخبر باش انا نقدر نطلع فيديو معاكم ونقول لكم بان هاد المعلومه هادي مجربه 100%. حيت كاين بزاف ديال الناس كيقولوا لي وغنتينا اللي كتجرب، وغنتينا اللي كيصدق لك هادشي، وغنتينا اللي كيصدق لك قانون الجذب. حنايا ما كيصدقناش قانون الجذب، حنايا ما كيعملنا والو قانون الجذب، راه ما يمكنش. كاين بزاف ديال الحاجات اللي كتخلي قانون الجذب ما يخدمش معاك بالايجابي، كنهضر لانه هو اصلا خدام، ولكن كاين بزاف ديال الحاجات اللي كيخليو داك قانون الجذب اولا داك الجذب اللي كتبغيه انتينا ما كيتجذب لكش. فما علينا، خليونا هذاك موضوع اخر اللي الا بغيتو نهضروا عليه، كيفاش علاش الناس ما كيتجذب لهمش الحاجات. بزاف كتدخلوا تقسوني في التعليقات كتقولوا لي علاش احنا كنعملوا هادشي، كنعملوا التطبيقات كاملين وما كي ما كيصدقناش كي قانون الجذب، اولا ما كنقدروش نجذبوا الحاجات اللي باغين. هذاك واحد الموضوع اخر، راه حتى انا عندي حاجات اللي ما قدرتش نجذبهم، راه كنقدرت انا نجذب كلشي، راه انا جذبه بزاف الحاجات. فكاملين بينا عندنا بعض الحاجات اللي ما قدريش نجذبوهم، وكتكون يعني كاينه اكسبليكاسيون لهادشي هذا، اولا كاينه شرح لهادشي، يعني كاين سبب علاش ما قدريش نجذبو ديك الحاجه، واما التعلق واما الدبدبات ديالنا باقي ما وصلاش لديك الحاجه، ممكن بزاف ديال الحاجات. فخلينا في الموضوع ديالنا اللي جينا نهضروا عليه اليوم، اللي هو اسهل طريقه لجذب الفلوس اولا المال، يعني موني. فاسهل طريقه اللي نقدروا نجذبوا بها الفلوس هي الاغاني. هتقول لي كيفاش؟ نقول لك الاغاني واحد الحاجه خطيره بزاف. علاش؟ لان انت ملي كتكون كتغني بالجوارح ديالك، كتحرك المشاعر ديالك كامله عليها، كتجبر اغلبيه ديال الشعب ماشينا مال في الامور، ماشينا مال في حياتنا. فكيفاش ما كنت كنقول لكم الاغاني كيحركوا المشاعر، والمشاعر هما الوقود باش تقدر تجذب. يعني انتينا واخا كتخمم في شي حاجه والمشاعر ديالك بقات ثابته، ما مشاتش عندك الجذب، ما غت صعيب باش تجذب هيداك بالحق. ولا حركتي الافكار ديالك والمشاعر ديالك، هادو بجوج الا تحركوا الجذب كيخدم دغيا. واللي كيحرك هادو بجوج هما الاغاني، يعني اغاني وحده من واحد من الحاجات اللي كيحركوا هاد الحاجات، هاد اللي كيحركوا المشاعر ديالك. الاغاني عندهم تاثير كبير بزاف 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 علينا، عليها كتجبر اغلبيه اللي كنا كنسمعوا هاد الاغاني. يعني هو يعني بزاف ديال الناس، نقول لك 90% ديال الشعب كيسمع الاغاني طبعا، وهذوك الاغاني كياثروا علينا، راه اثروا علينا وراه عليها حنايا بزاف ديال المرات تاثرنا بالاغاني، وداكشي اللي كاين في ديك الاغاني كيوقع لنا في حال في الامور، في الحب، حبيبي غايب، حبيبي ما نعرف شنو، هادشي هذا كامل راه اثر علينا. طبعا حتى الافلام وداكشي كياثروا علينا، ولكن الاغاني اكثر، حيت الاغاني كتكون كتغني وكتسمع بالجوارح ديالك، بالمشاعر ديالك كامله كتعطيها عندك الاغنيه. فهذا كيخلي بان الجذب يخدم عطوبي، يخدم بزاف بزاف بزاف. اذا ملي عرفنا هذه المعلومه شنو نقدروا نعملوا؟ اللي غنقدروا نعملوا هما تقدر تفتش على الاغاني يعملوا لك توكيدات ايجابيه. كاينين اغاني كيعملوا توكيدات ايجابيه، بحال دابا مثلا انا الافراح والارباح والفاينل، هذه مثلا اغنيه بتوكيدات ايجابيه ياك.
كاينه شي اغنيه اخرى مثلا. المهم بزاف اغاني كاينين، كتبوهم لي في التعليقات باش نعرفوا الاغاني اللي فيهم التوكيدات الايجابيه، حيت كاينه اغنيه اصلا نتوما عرفتوها. اولا مثلا تشبروا شي اغنيه كتعجبكم وتبدلوا لها الكلمات. هادشي اللي كنعملو انا مثلا، انا كنجذب فلوس، انا غنيه، انا ما نعرف شنو. كاينين بزاف الاغاني اللي تقدروا تعملوا بها فهاد التروك هذا، والله الا جربوها واجيو قولوها لي. فحال اللي كنتو جربتو باش كنت قلت لكم ديك المره، قلت لكم القانون جذب كي واحد الطريقه سهله باش تعملوا قانون جذب، اللي هي تنعسوا وتوضعوا سؤال، وهذيك المهم في الفيديوهات السابقه. وكنتو جيتو كتبتوا لي بان بصح والله الا صدقت لنا والطريقه مجربه وجربناها وقعت لنا. فهذه جربوها حتى هي ورجعوا عندي لهاد الفيديو، اولا صيفطوا لي ميساجات في انستغرام ولا اللي بغيتوا. المهم قولوا لي ملي تصدق لكم شي حاجه اجي قولي، حيت انا كنفرح بزاف بزاف بزاف. فهذه الطريقه انا قلت لكم مزيونه وسهله وكتصدق 100%.